شنو كاين اليوم غدا تقدموا لينا؟ لالا ام نزار. لالا ام نزار مرحبا بك. شكرا بارك الله فيك. لالا ام نزار من اين مدينه معنا؟ لكم من زاغوره. صحن زاغوره. مرحبا بكم ومرحبا بكل ناس زاغوره معنا. بارك الله فيك. شنو تقدمي لينا؟ غنقدم لكم خمسه ديال الدار بالخضر. اييه تفضلي لالا قدمي شي هوا ديالك. الى ديال الدقيق وشو واحد الربعه ديال السميده بتلبسي سميده وعاد تبدي تطلعي بالدقيق. اييه تفضلي كملي. غدير شويه ديال الماء وشويه ديال الدقيق شويه ديال الماء شويه ديال الدقيق حتى كتدخلي داك الدقيق كله كتدخلي في السميده. كتدخلي داك الدقيق كله على ديك السميده حتى كطلع لينا محمصه بحال المحمصه اللي كنشريو في الحانوت. اييه كنوضها تفور. وندير المريقه. اييه كندير سكيل ديال اللحم على حسب القيمه بنادم. انا قلت لك دابا على حسب الكيلو ديال الدقيق. اييه نص كيلو ديال اللحم. مسلم سلدة جوج ماطيشات قزبر. شوية د المعدنوس. إيه العطرية البزار الكمون الكنجبير الملحة. شوية د الخرقوم بلدي ونضرب شي تشحر مزيان غادا نرويو بالماء نزيدو عليه الحمص الفازق بحال زلافة صغيرة ديال الحمص الفازق. إيه ونسدو عليه الكوكوط حتى طيب لينا يطيب لينا الحمص ديالنا. أها غنحلو عاوتاني غنزيدو شويه د الفوريال الكرم. نزيدو شويه د الخضره على حسب اختياريه شويه د القرعه كاع اللي عندنا واجده في الدار نقدرو نستعملو شويه د القرعه الخضره الصغيره القرعه الحمراء. ايه المهم اختياريه الخضره اللي بغا شي حاجه نزيدها. ايه اللي عندنا واجده. وغندوزو عاوتاني ونسدو الكوكوط عاوتاني ونخلوها. ايه غندوزو تاني نشدو خيزو. ونقطعو طريفات صغار ونسلقوه في الماء حتى يطيب. غندوزو عاوتاني في الكسكس ديالنا اللي فيه المحمصة كتفور. خاصها تفور مزيان في الأول بحال ساعة ساعة ونص باش ما تفور مزيان من تكون مزيان. غنحطو غنرشها بحال المهم بحال الكسكسو غنرشها نشربها بالماء ونخليها حتى تشربها وتاني ردها تاني مرة في الكسكاس ردها تاني تفور واحد نص ساعة تقريبا. غنحطها تاني نشربها كيما قاعدة تاني ندير لها الملحة وشوية الزيت ونردوها تفور فوق التفويرة الثالثة غير تفور ونحطوها صافي. ثلاثة تفويرات. المهم التفويرة الأخرى غير تفور صافي تحط مي التفويرة الأولى والتفويرة الثانية غتخصها غطيب مزيان. تاخذ الوقت ديالها. وي تاخذ الوقت مزيان ديالها. ملي نحطها اختي باقا سخونة غنسيو هذاك الخبز اللي سلقناه في الماء مع شوية الماء والملح. غنخلطو معاها يمسوه من الماء ونخلطو معاها هكاك ناشفة ونزيدو شوية السمن الحار ونحركو ونحطوه في طبق التقديم. إييه ونرويو بالمريقة ديالنا مع الحيمة ديالنا وبالصحة والراحة. تبارك الله عليك لالا. الله يبارك فيك وبالصحة والراحة. شكرا أم نزار على مشاركتك معنا. بارك الله فيك. وبالمناسبة كنقدم تحية للعائلة ديالي في زاكورة وليكم طاقم البرنامج وكنشكركم بزاف راه كنتبعوكم وكيعجبونا البرامج ديالكم بزاف. شكرا لكم مرحبا بك دائما معنا. كان هذا الغداء ديالنا اليوم. شكرا لالا أم نزار ومرحبا بكل شيوات على صفحة